بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو اليوم سيكون عبارة عن اختبار في مادة الرياضيات لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، وبما أن الاختبارات قد اقتربت في فيديو اليوم قررت أن أقوم بشرح وحل أيضا، يعني شرح وحل في نفس الوقت اختبار الفصل الأول لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. وفي بداية الفيديو يعني نحب نقول لكم عبارة عن معلومة، يعني هي الرياضيات يعني السنة الخامسة ابتدائي أبدا مش واعرة، يعني تقدروا يعني غير تراجعوها شوية، يعني والأهم حاجة يعني أهم حاجة في الرياضيات هي أنكم تحلوا بذكاء، تستعملوا تقنية تخليكم تحلوا بذكاء، ما كان لا تضيعوا الوقت في العمليات والأخر، لازم نحلوا بذكاء ونكونوا ذكيين. نروح نشوفوا في هذا الفيديو، راح نقول راح نشرح التمارين، راح نعطي طريقة حل التمارين بذكاء وايضا بكل سهوله، راح نعطيو الاحتمالات يعني التمارين اللي ممكن تجي في الاختبارات او اللي تجي في الاختبارات بكثره، وراح نعطيكم مجموعه من المعلومات والنصائح. نبدا على بركه الله. التمرين الاول عندنا، بسم الله الرحمن الرحيم. التمرين الاول، في التمرين الاول قال لي رتب الاعداد العشوريه التاليه ترتيبا تصاعديا. اول حاجه نركز معها كيقول لي رتب، اولا نروح نشوف هل قال لي ترتيبا تصاعديا او تنازليا، هذه لازمني ديما نشوف قال لي تنازليا ولا تصاعديا. تنازليا هي من الاكبر للاصغر، اما تصاعديا من الصغر للكبير، يعني كما نقولوا نصعدوا، كي نصعدوا في السكاي نصعدوا من الصغر للكبير، وكي ننزلوا من الكبير للصغير، هذه هما نخدموا بهذه الطريقه. عندي ترتيبا تصاعديا، اولا ترتيب التصاعدي يعني من الاصغر للاكبر قلنا. الحاجه اللي بعدها او الشيء اللي بعده هو الرموز، لازم نستعملوا الرموز، رمز اصغر او رمز اكبر، هذو لازم نستعملوهم في الترتيب التصاعدي، نستعملوا رمز اصغر. رمز اصغر احنا عندنا زوج رموز، عندنا اصغر وعندنا اكبر. كيف نتعرف على اصغر واكبر؟ اولا نضيف لهم هنايا هذا الخط، هذا واحد نلقاه 4 واحد نلقاه 7، كيف هذا لقيته 4 وهذا لقيته 7. سبعة شكون اللي كبر، 7 ولا 4؟ هو 7. اذا 7 نستعملوه في ترتيب التنازلي و 4 نستعملوه في ترتيب تصاعدي، لان الترتيب التصاعدي من الصغير للكبير والترتيب التنازلي من الكبير للصغير، يعني العكس. هكذا قالنا رتب الاعداد العشوريه التاليه هذه ترتيبا تصاعدي، يعني من الصغير للكبير. نشوفوا نقراو اولا الاعداد ونتمعنوا فيها. 0.81، 1.00، 1.10، 12.01، 3.35، 0.58، و 1.01، وعندنا 0.8. عندنا هذو مجموعة من الأعداد لازمني نرتبهم من الأصغر للأكبر، وأهم حاجة قبل ما نبدأ الترتيب هي أنه نحط من وين جهة رتبت، من وين جهة ترتبت، أم من الجهة هذه أو من الجهة هذه. هو ديما الترتيب يكون من اليسار، يعني ديما دائما الترتيب يكون من اليسار، من اليسار إلى اليمين. أولا نبدأ كي يعطيني أعداد عشورية ويقول لي رتبها، هل نروح للجزء الطبيعي، هل نروح للجزء العشري، هل نحسبهم مع بعضهم، هذو الأفكار كامل خلينا منهم، هذو كامل ما نتخلطوش فيهم طول. يقول لي رتب أعداد عشورية، نروح للجزء الطبيعي، للجزء الطبيعي، للجزء الطبيعي، للجزء الطبيعي. نروح نهز الجزء الطبيعي نتاع هذا الأعداد اللي عطاهم لي في ورقة المحاولات. ها هنا وش قال لي؟ قال لي رتب تصاعديا يعني من الصغر للكبير، يعني نروح نهز اصغر رقم هنايا، لانه عندنا ارقام او نعتبره عدد، يعني اصغر عدد طبيعي او اصغر جزء طبيعي. اصغر جزء طبيعي هنايا هو نلاحظوا عندي 0 1 1 12 3 0 1 0، هو اكيد 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 هو 0، بصح نشوف بلي عندي قداه عدد الجزء الطبيعي نتاعو 0. عندي هذا وهذا وهذا، عندي 3، نروح نكتبهم في 3 مع بعضهم، هذو بعدهم على بعضهم شوي ونكتبهم هكذا. من بعد واش عندي؟ عندي هنايا 0 0 0،
الجزء الطبيعي ما نفعش، رحت الجزء الطبيعي ما نفعش. ها عندي هنايا ثلاثة أصفار، صفر صفر صفر، هذو الزوج متساويين. واش نروح كي العدد الطبيعي نلقاه متساوي؟ كي العدد الطبيعي نلقاه متساوي واش نروح ندير؟ ها نشوفو هنايا بلي راهم متساويين، واش نروح ندير؟ نروح نشوف العدد العشوري او الجزء العشوري، نشوف الجزء العشوري نتاعي. كيف نشوف الجزء العشوري؟ نبدا باول رقم في الجزء العشوري، اول رقم اول رقم اول رقم اول رقم ولا فاصله، اول رقم اول رقم، ها اول رقم، ها هو كي. واش عندي؟ عندي ثمانية، عندي خمسة، وعندي ثمانية. الاصغر هنايا واش هو؟ الاصغر هنايا هو خمسة. إذا بكل بساطة ومباشرة أصغر أصغر أو أصغر عدد هنايا هو 0.85. إذا أصغر عدد طبيعي هنايا هو 0.85. بعد نحط الرمز أصغر لإني رتب من الأصغر الأكبر. هذا الرمز هو أربعة، كيما نقولو رمز أصغر يعني، هذه طريقة برك باش نعرفوه ما نديوهاش في الامتحان. عندي 0.58. نروح أنايا مازال عندي أصفار، معناها لازمني نزيد نقارن. مازال عندي الأصفار، معناها مازال عندي الجزء العشوري، معناها نزيد نقارن. عندي ثمانية، هذه خمسة راحت صاي، خمسة صاي حينها من الطريق. عندي ثمانية وثمانية، ثمانية وثمانية متساويين، هيه متساويين. معناها وش ندير؟ نروح للي بعده نلقى جزء طبيعي الجزئين طبيعيين متساويين، نروح للجزء من عشرة، الجزء من عشرة متساويين، الجزء من المئة نفس الشيء مع المئة، الألف نكمل، عشرة ألف، مئة ألف، حتى نلقى العدد الرقمين اللي واشي متساويين. عندي ثمانية وثمانية، عندي ثمانية وثمانية، اذا هنا متساويين. واش نروح نهز؟ نهز الرقم اللي بعده، الرقم اللي بعده واش عندي؟ هنا عندي واحد، وهنا واش عندي؟ عندي صفر، هنا صفر، نعاودها بصفر عادي. عندي هنا واحد وعندي صفر، شكون الاصغر؟ الاصغر هي صفر، معناها مباشره هنايا 0.80 هي اللي وراها، نكتب 0.80. اما الاكبر فيهم هي 0.81، لقيناها كبيرة خلاص. ها هي كي عندها واحد هي الكبيرة، اذا اللي بعدها هي 0.81. اللي بعده نروح بعد الصفر، وش عندي؟ عندي واحد، عندي واحد واحد واحد، ايضا نفس الشيء هنايا، عندي ثلاث ارقام فيهم واحد. نخدم بنفس الطريقة، نخدم بنفس الطريقة. واش نروح ندير؟ نكتبهم، عندي 1.00، واش عندي؟ عندي أيضا 1.10، وعندي 1.01. ها هناك يعني نروح نقارن. واش نبدأ؟ خلينا نبدأ بالجزء الطبيعي، عندي 1.11 متساويين. أنا روح للرقم اللي بعده، عندي هنا يا صفر، عندي هنايا واحد، وعندي هنايا صفر. نروح نقارن، هنا عندي صفر، هنا عندي واحد، وهنا عندي صفر. شكون الأصغر؟ الأصغر هو صفر للزوج، بصح عندي متساويين، عندي متساويين هنايا، راهم للزوج صفر. معناها واش ندير؟ نروح للعدد اللي بعده، تبقى المنافسة بين هذو. هنا عندي واحد، وهنا عندي صفر، شكون الأصغر؟ هي صفر، إذا مباشرة واحد هنا هي الأصغر، إذا 1.00 هي الأصغر. بعد وش عندي؟ جي وراها 1.01، هذه 1.01 اللي كانت المقارنة بينهم. ومن بعد الأخرى خلاص هي 1.10، 1.10. أما عندي اللي جات بعدها، عندي ثلاثة هي الوحيدة يعني وحدها،
اذا نكتب مباشره 3.35 ندير العلامه ونكمل مع اكبر رقم هنايا او اكبر عدد عشري هنايا هو 12.01 وكملت الترتيب بكل بساطه. الان عندي استخرج العدد العشري الذي يساوي الكسر العشري 125 على 100 مما يلي. بلا ما نشوف ما نخلطش روحي هذه الارقام يعني نخبيهم، هذا الارقام نخبيه ما نشوفش عندهم طول، ها نخبيه ما عنديش هذه الارقام طول ما عنديش. نروح نكتب الكسر العشري كيما راهو فرقة المحاولات، 125 على 100 نكتب 125 على 100 كيما راهو كيما راهو، ما نتعبش روحي ما نتعبش روحي. واش نروح ندير؟ نكتب العدد اللي راهو في البسط، نجيبه هنا هنا هذا نجيبه هنا. واش نروح ندير؟ المقام نتاعي عنده اصفار، البسط هنايا عندنا 125، نروح نحسبه هنايا عدد الاصفار، عندي صفر عندي زوج صفار معناها زوج مراتب، وكي يكون عندي زوج مراتب واش ندير؟ نروح للبسط اللي كتبته هنايا نحسب واحد زوج كيما درت هنا واحد زوج ونحط الفاصله واش يولي لي 1.25. واش نروح نحوس على 1.25 هنا، نروح نحوس عليها ونحوطها، ما تعبت روحي ما شدت لهذا ما غلطت، عندي 1.25 بكل بساطة وسهولة. الآن عندي التمرين الثاني، لاحظ ثم أكمل ملأ الجدول، لاحظ ثم أكمل ملأ الجدول، عندي عدد الكراريس ووزن الكراريس بالغرام. عندي أولا نحن نشوفه مثلا عندي هنايا عدد الكراريس، عندي كراسين، عندي كراسين يعني كيما نقولوا زوج كراريس. وزن تاع الكراريس ما عطاهوليش، هنا هي عباره عن تناسبيه، اما ربع الكراريس الوزن تاعها هو 8. واش راح ندير؟ هنا عندي ربع، هنا عندي ربع، وهنا عندي اثنين، هنا ما عنديش وهنا عندي بصح. نروح هنايا اللي في كلش يعني اللي في عدد الكراريس واللي في وزن الكراريس اللي فيه يعني الخانات تاعو الزوج مليانين، نروح نقارن عدد الكراريس الاول بالثاني، اثنين وربعة، ربعة واش ندير لها باش تولي اثنين؟ يا تما ربعة كي نقسمها على واش يعني هنا راهي صغارت وعدد كي صغار معناها راني قسمته، كي نقسمها على اثنين تولي لي اثنين، ربعة قسمة اثنين تولي لي اثنين. واش ندير؟ نفس الشيء ما تعبش روحي، شتي هذه اللي درتها هنا هذه المخططة، نعاودو هنا قسمة اثنين، نعاودو تحت ويا بعد، يعني واش تولي لي؟ تولي لي ثمانية قسمة اثنين، ثمانية قسمة اثنين واش تعطيني؟ تعطيني 40. وهاني لقيت النتيجة، لقيت النتيجة بكل سهولة. هنايا عندي ستة، لازم نشوف هنايا نركز مع الأعداد، عندي أنايا اثنين زايد ربعة يساوي ستة، هنا زايد ربعة يساوي ستة. واش ندير؟ نفس الشيء، زايد هذه نعاودها هنا يساوي نفس الشيء، 40 زائد 80 واش ندير؟ كي نجمع عندي 40 زائد 80 واش تعطيني؟ تعطيني 120، 120 يعني نكون ذكية، نشوف الأعداد هذو هذا زايد هذا، هل يعطيني هذا هذا قسمة هذا، هل يعطيني هذا هذا، يعني نكون ذكية. واش عندي؟ عندي هنايا نفس الشيء 12 هنايا بالنسبة لستة أو ستة بالنسبة لاثناعش، ستة نضربها في اثنين تعطيني 12. واش ندير؟ نفس هذا، شت هذا اللي رسمتو، يعني نعاودو تحتو ما نغلبش روحي، ها نعاودو تحتو، هي نعاودو تحتو، ها عندي في اثنين في اثنين، ندير 120 في اثنين، هي ندير 120 في اثنين، كي نضربها في اثنين واحد راح يولي اثنين، واثنين راح تولي ربعة، والصفر راح يبقى كيما هو راح تولي لي 240، يعني نفس الشيء نفس الشيء. واش نلاحظ بعد هنا؟ ما عطانيش عدد الكراريس، ما ندوخش ما ندوخش ما ندوخش، نروح غير نخدم بهذا، كيما يعطيليش هذه نخدم بهذا، وكيما يعطيليش هذه نخدم بهذا. واش عندي الان؟ هو عطاني وزن الكراريس بالغرام، نروح نلاحظ نروح نركز مع التمرين نحلل التمرين، 120 زائد 240 تعطيني 360، هي صحيحة، 120 زائد 240
يساوي عندنا هنا صفر، عندنا 6، عندنا 3 يساوي 360 صحيحة. معناها هذا الشيمة يا الشيمة يعني المخطط اللي نديرو هنايا، الحاجة اللي نديرها لهذا تصرى لهذا، الحاجة اللي نديرها لهذه تصرى لهذه، الحاجة اللي نديرها لهذه تصرى لهذه، هذه هي التناسبية. الحاجة اللي نديرها لهذه تصرى لهذه، اللي نديرها لهذه تصرى لهذه، اللي نديرها لهذا زوج تصرى لهذا زوج. يعني هنايا نعاود زايد ويساوي نعاودها من هنا. 6 زائد 12 واش تعطيني؟ تعطيني 18 صحيحة، هي صحيحة. وعندنا 70، 70 هنايا، وعندنا ما عطانيش وزن الكراريس بالغرام. هنايا نروح نحوس على، نروح نحوس على قد ما وزن كراس واحد. اذا كان وزن كراسين 40 عندنا، هي هذه نفسها يعني راها ايضا تناسبية. يعني اذا كان وزن كراسين، اذا كان وزن كراسين مثلا عندي هنايا، اذا كان وزن كراسين هو 40، معناها وش وزن كراس واحد؟ وش وزنه؟ يا هذه يا بعدي تناسبية، يا انا نكون ذكية. دي واحد كي نضربها في 2 اش تعطيني؟ تعطيني 2، يعني نفس الشيء ما ننقلو. ايه ننقلو نفسه، خقيت لي اش ذا ننقلو نفسه هنا في 2. يعني هنايا واحد كي نضربه في 2 يعطيني 2، وهنايا هذا العدد اللي مفقود كون نضربه في 2 راح يعطيني 40. معناها هنايا كون نعاودها، هنايا هذا هو الاخر، يعني وش هو العدد اللي كي نضربه في 2 يعطيني 40. يعني هنايا العمليه هي 40 قسمه 2، 40 قسمه 2 تعطيني، تعطيني 20. يعني هنايا وزن كراس واحد هو 20. ندير العمليه، ندير العمليه نتاع 20 في 70. بصح انا عندي الطريقه، عندي هنايا نحي الاصفار، ما يبانوش الاصفار نحيهم طول، نحيهم نخلي غير في، وهذا الزوج اعداد الزوج ارقام، هذا عندي 2 في 7 واش يساوي؟ تعطيني 14. نكتب 14 بعد نحي الديا. انا واش غطيت؟ واش غطيت؟ غطيت زوج اصفار هذو اللي كنت مغطيتهم قبيل، واش ندير لهم؟ نزيدهم هنا فقط. عندي هنا 1400، وهذه هي النتيجه. يعني بكل سهوله، و نعطيك سؤال هنايا، 20 وش هو؟ 20 ما هو؟ 20 هو، هو أهم حاجة في التناسبية وفي جدول التناسبية، هو عامل التناسبية. عشرون هو عامل التناسبية، إذا ركزوا معايا، عشرون هو عامل التناسبية. التمرين الثالث، يعني التمرين الثالث غالبا يعني نعطيكم يعني على حسب يعني الحوايج اللي جاوني انا في الاختبار، يعني غالبا ما يكون تقريبا على المحيط او على القسمه يعني، او ممكن يحطوا ثاني على التناسبيه التمرين الثالث، نعم، او يعطيونا يعني كيما نقولوا مساله صغيره نحلوها. كيما هنايا انا درت لكم على المحيط، عندي قال لي حق المستطيل الشكل، الطول نتاعو هو 640 متر والعرض نتاعو هو نصف الطول نتاعو. احسب محيط، واش نروح؟ اولا نوضح المعطيات نتاعي. ما معنى نوضح المعطيات نتاعي؟ يعني هو قال لي مستطيل، نرسم مستطيل، ها هو قال لي الطول نتاعو هو 640 متر، نروح ندير الطول نتاعو 640 متر، وعرضه نصف الطول نتاعو، يعني هذا هو نص تاع هذا. يعني ما معنى النصف هو قسمة 2؟ يعني العرض، العرض هذا هو النتيجة هنايا، هو هذا. إذا العرض هو هذا اللي هو 640 قسمة 2، أما الطول فهو 640 متر، يعني هو عطاهولي أصلا. وطلب منين نحسب المحيط؟ أولا أول حاجة نحسبها قبل المحيط هي العرض، أكيد لازم نحسب العرض قبل المحيط، لانه اذا ما كانش عندي عرض ما نقدرش نحسب محيطه، المحيط نتاعو ما مش حاقدر نحسب المحيط، ما يكونش عندي عرض ما نقدرش نحسب المحيط. يعني اولا نحسب العرض، كيف نحسب العرض؟ بالعمليه اللي شفناها قبيلت، اللي هي 640 قسمه 2، 640 قسمه 2 ويساوي
ستة قسمة اثنان يساوي ثلاثة، ثلاثة في اثنان ويساوي ستة، ستة ناقص ستة ويساوي صفر. نزلوا الأربعة، أربعة نقسمها على اثنان تعطينا اثنين، اثنين في اثنين تعطينا أربعة، وأربعة ناقص أربعة تعطينا صفر. وصفر قسمة سنهبطوا أولا، صفر صفر قسمة اثنان يساوي صفر، صفر في اثنان يساوي صفر، صفر ناقص صفر يساوي صفر. هذه العملية تاع القسمة تاعنا، والنتيجة هي 320. عندي 320. إذا أولا وش نكتب؟ نكتب نكتب عرض هذا المستطيل، عرضه هذا المستطيل هو 320 متر. الآن لقيت الطول ولقيت العرض، يعني الطول كاين، الطول كاين، دقيقة، الطول وعندي العرض، الطول كاين والعرض كاين، نقدر نحسب المحيط ولا لا؟ يعني إذا كان نقدر نحسب المحيط، عندي الطول العرض هو 320، 320. نروح أنا يا عندي أحسب محيطه، نروح أولا نشوف شي هو المحيط. المحيط هو الذي يحيط الحاجة اللي تحيط، نتفكر المحيط، نتفكر الذي يحيط، نتفكر الصور. المحيط هو الصور الذي يحيط، هو الشيء الذي يحيط، هو الحاجة اللي تحيط، هو الحاجة اللي تحيط، يعني هي هذه، هذا هو المحيط، هذا هو المحيط. ديما المحيط كيقول لي المحيط نتفكر الصور، المحيط الحاجة الخارجية، المحيط الحاجة اللي تحيط، المحيط، المهم المحيط هذا هو. كيقول لي المحيط اولا واش لازمني ندير؟ كيطلب مني انه نبحث عن المحيط او المساحة، واش اول حاجة نديرها؟ اول حاجة نديرها واللي يحاسبوا عليها ثم يحاسبوا عليها ثم يحاسبوا عليها هي القاعدة. القاعدة لازمني ديما ديما نخدم بالقاعدة، نعطيهم القاعدة. واش نقول لهم؟ نعطيهم القاعدة تاع محيط المستطيل، هو قال لي احسب محيطها او احسب محيط المستطيل، نعطيهم القاعدة تاع محيط المستطيل. ما هي قاعدة محيط المستطيل؟ قاعدة محيط المستطيل هي الطول زائد العرض، الطول زائد العرض في اثنان زائد حاجة مهمة. وش هي؟ هي هذا زوج أقواس، هذا زوج أقواس ديما يكونوا، ديما يكونوا لازم نزيدهم ولا ساعات، يعني أنا من يعني في الرياضيات نشفي عليها، يعني أنا وغلطت فيها، يعني نشفي عليها سنة الرابعة ابتدائي، يعني ما درتش هذا القوسين نشفي عليها، نحط لي نص نقطة. لازمنا نديروا هذا القوسين نفصلوا، ما نقولوش طول زائد العرض في اثنين، لأنه العملية نتاعنا راها مفصولة، راح نجمعوا الطول زائد العرض من بعد راح نضربوهم في اثنين. إذا هذو الأقواسان مهمين جدا. نكتب القاعدة هنا يا وش نقول؟ محيط المستطيل ما هو؟ هو الطول زائد العرض في اثنان. نروح الطول، وش هو الطول؟ الطول هو 640، وزيد العرض شو العرض؟ هو 320 في اثنان، نضربهم في اثنان، وش حيعطيو لي؟ اول عملية نديرها هي عملية الجمع، عليها قلت لكم لازم نديرو هادو الزوج اقواس. لازم نديرو 640 زائد 320 ويساوي، عندنا صفر زائد صفر يساوي صفر، اربعة زائد اثنان ستة، وستة زائد ثلاثة تسعة. ها هي كي 960، وش نكتب؟ 960 في نزيد نضربها في اثنان، انا قلنا عمليتان منفصلتان، 960 في اثنان ويساوي اثنان في صفر صفر، اثنين في ستة اثنان عشر، نكتب الاثنان ونرفع الواحد، اثنان في تسعة ثمانية عشر والواحد تسعة عشر. النتيجة 1920، 1920. ايضا هنا ما ننساوش الوحده ثم الوحده ثم الوحده ثم الوحده ثم الوحده، متر، وعندنا متر. عندنا اذا نقولوا محيط،
محيط هذا المستطيل هو ألف وتسعمائة وعشرين متر. أما عندنا التمرين الرابع، أطلب مني إنه هنا في التمرين الرابع نقرأ التمرين الرابع. التمرين الرابع قال لي أرسم قطعة مستقيمة أبي طولها 4 سنتيم. أولا طلبني أن أرسم قطعة مستقيمة أبي طولها هو 4 سنتيم. مثلا نرسم دقيقة هكذا، نرسم يعني أنا عينتها من قبل 4 سنتيم هكذا. هكذا عندنا 4 سنتيمتر. اول حاجه قال لي قطعه مستقيمه. اول حاجه في القطعه المستقيمه هي هنايا نحددوها. هنايا القطعه المستقيمه ديما نحددوها. علاش سموها قطعه مستقيمه؟ لاننا نحددوها. ثاني حاجه واش قال لي؟ قال لي هذه اولا القطعه ا ب نسميها ا ب، طولها 4 سنتيمتر، حققت الشرط الاول. الان قال لي ارسم قطعه مستقيمه اخرى اللي هي ا سي، الطول تاعها هو 6 سنتيمتر وتكون عموديه على القطعه المستقيمه ا ب في النقطه ا. يعني راح نرسم قطعه مستقيمه واحده اخرى الاسم تاعها هو ا سي والطول تاعها هو 6 سنتيمتر، وهذه القطعه تكون تعامد يعني تعامد ا ب في النقطه ا. يعني هنايا راح نحسب 6 سنتيمتر وراح نخليها هنايا تعامد، يعني نفس الشيء هكذا، يعني تعامد كيما نقولوا تعامد. هنايا مادام تعامد واش نديرو؟ نديرو الزاويه القائمه ديما، الزاويه القائمه نديروها. عندنا ا وعندي هنايا هذه قطعه مستقيمه، اذا هنا عندي سي ا سي وهنا عندي ا بي. ثانيا نكتب الاطوال هنايا، هنا عندي 4 سنتيمتر وهنا عندي 6 سنتيمتر. دقيقه هكذا هكذا، عندي 4 سنتيمتر وعندي 6 سنتيمتر. قاعد يقول لي ما هو نوع المضلع ا بي سي؟ نروح نصل، اولا نصل بين بي و سي باش نكتشف حقيقة هذا المضلع. هذا المضلع دقيقة هكذا، او نسميه هو ا بي سي، نقول ا بي سي. هو ماذا؟ هو مثلث. هذه اولا هو مثلث، لماذا؟ لانه يحتوي على ثلاث اضلاع، او لانه عنده ثلاث اضلاع. قائم 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 ثم قائم قائم ثم قائم ثم قائم، يعني نركز عليها قائم. كون مزيدش قائم يعني ثانيه راح تروح لي نقطه. ندير قائم يعني عنده زاوية القائمة، يشكل زاوية قائمة. وهنا عندي إذا علمت أن طول القطعة بي سي هو 7 سنتيمتر، يعني طول تاع القطعة هذه هو 7 سنتيمتر. لاحظوا هنا 7. ما هو محيط المضلع ا بي سي؟ حنايا محيط كي نقولوا محيط معناها حاجة تحيط، خي قلنا الصور. ما هو محيط المثلث؟ أو ما هو محيط أي مثلث؟ يعني مثلث قائم، مثلث متساوي الساقين، مثلث متقاس الأضلاع، أي مثلث. يعني هو مجموع طول أضلاعه، يعني نحسب الأطوال تاع الأضلاع ونجمعوها. 6 7 4، يعني نجمع 6 زائد 7 زائد 4 ويساوي عندي 7 زائد 4 تعطيني 11 زائد 6 واش راح تعطيني؟ تعطيني 17.
إذا 17 ماذا 17 سنتيمتر. محيط هذا المضلع هو هذا المضلع هو 17 سنتيمتر. إذا محيط هذا المضلع هو 17 سنتيمتر. الآن مع الوضعية الإدماجية، قال لي في الوضعية الإدماجية ذهبت إلى الخضار لشراء بعض الفواكه، لكن عند وصولك وجدت آلته الحاسبة معطلة، فطلب منك مساعدته فأخبرك بأنه اشترى 21 صندوقا من البرتقال بثمن 600 دينار للصندوق الواحد الواحد، وقد باع الصندوق الواحد ب 750 دينار. اولا احسب له ثمن شراء كل البرتقال، احسب ثمن بيع كل الصناديق، اخبره هل ربح ام خسر وكم. هنايا عندي مجموعه من الاسئله، هنايا انبالي لاحظتوا بلي نحيت الهمزه، لانه يعني افعال الامر، يعني افعال الامر دائما في اللغه العربيه كما اكتب، ارسم، احسب، انقل، اخبره، يعني ديما نديروها بلا همزه، يعني الالف تاعها دائما دون همزه، الف افعال الامر دون همزه، يعني الالف اللي تبتدي بها ديما دون همزه. احسب، اكتب، ارسم، اخبر، انقل، دائما هكذا. عندنا قلك رحت للخضار باش تشري بعض الفواكه، يعني ماما طلبت منك انك تروح للخضار باش تشري لها بعض الفواكه باش تحضر مثلا كعكه. بصح كي وصلت عند الخضار لقيت باللي الكالكيلاتريس تاعو او الاله الحاسبه نتاعو تعطلت، يعني الاله الحاسبه نتاعو معطله، يعني ما تخدمش. طلب منك انه تساعده، قالت تسمى انت تلميذ ذكي يقرا سنه 5 ابتدائي، طلب منك انه تساعده، قال لك ساعدني، قال لك انا شريت 21 صندوق من البرتقال ومن التينه كيما نقولوا، شريتها ب 600 دينار للصندوق الواحد، يعني شريت 21 صندوق، الصندوق الواحد برك كلفني 600 دينار، يعني شريته ب 600 دينار، من بعد بعتهم، يعني بعت الصندوق الواحد من اللي شريتهم ب 750 دينار. ولدي هاك حسب لي بقداه شريت البرتقال، وهاك حسب لي بقد ما بعته، وهاك حسب لي قد ما خسرت ولا ربح، خسرت ولا ربحت، وقداه ربحت وخسرت، وقداه ربحت او خسرت، لانه سيربح او سيخسر. اولا راح نحسبه بقداه شري كل البرتقال، يعني هو وش قال لي، قال لي باللي شرى 21 صندوق، هضروا بالدار رجعتنا 21 صندوق باش نفهم اكثر، والصندوق الواحد ب 600، يعني كل صندوق، يعني كل صندوق شاه ب 600، يعني كل صندوق، يعني صندوق وهذا الصندوق ب 600 وهذا الصندوق ب 600 وهذا الصندوق ب 600، يعني راح يتكرر 600 هذا راح يتكرر 21 مره. وكي نقول التكرار واش نعنيو؟ نعنيو عمليه الضرب، عمليه الضرب، يعني توجور التكرار عمليه الضرب، دائما التكرار عمليه الضرب، يعني واش حنديروا؟ راح نضرب 21 في 600 باش نلقاو ثمن شراء كل البرتقال، او العكس صحيح، فعمليه الضرب تبديليه، نقدر نقولوا 21 في 600 او 600 في 21. نروح نديروا اولا العمليه، 600 في 21 ويساوي 1 في 0 ويساوي 0، 1 في 0 تعطيني 0 اكيد، اما الواحد في 6 تعطيني 6، نحط النقطه، 2 في 0 تعطيني 0، 2 في 0 تعطيني 0، 2 في 6 تعطيني 12، ثم نجمع في الجيت. كي نجمع هنا عندي 0 0 6 2 1، النتيجه هي 12600 دينارا. عندي ثمن شراء كل البرتقال، ثمن شراء كل البرتقال، او نقدر ثاني نقول ثمن شراء البرتقال هو 12600 دينارا. الان حليت السؤال الاول. بالنسبه للسؤال الثاني قال لي احسب ثمن بيع كل الصناديق، يعني نفس الشيء نفس العمليه، بصح هو شرى 21 صندوق، 21 صندوق
الآن البيع يعني بقداه باعوا، يعني بقداه باعوا، باعوا ب750 الصندوق الواحد، يعني 750 و750 و750 تتكرر 21 مرة. وكي نقول التكرار، ما معنى التكرار؟ معناها ضرب، تكرار ضرب، تكرار ضرب، تكرار ضرب. هذه ديما نحفظوها، تكرار ضرب، تكرار ضرب، يعني حاجة تكرر قدها مرة معناها ضرب. إذا راح نضربه 750 في 21، ويساوي، نروحه نديروا العملية، 750 في 21 ويساوي 1 في 0 يساوي 0، 1 في 5 يساوي 5، 1 في 7 يساوي 7. نضع النقطة، 2 في 0 تعطيني 0، 2 في 5 تعطيني 10، نكتب الصفر ونطلع الواحد، 2 في 7 تعطيني 14، 1 15. الآن نجمع، 0 زائد لا شيء 0، 5 زائد لا شيء 5، 7 زائد لا شيء 7، 5 زائد لا شيء 5 و 1. عندي نتيجة هي 15000. راح نكتب 15750 ماذا؟ دينارا. الآن لقينا ثمن بيع كل الصناديق، ثمن بيع كل الصناديق هو 15750 دينارا. الآن قال لي في السؤال الأخير، أخبره هل ربح أم خسر وكم. هنا أكيد أكيد ومباشرة ندير ربح، على لأنه نلاحظوا بلي الثمن اللي باع به الصناديق هذا أكثر من الثمن اللي شرى به. نلاحظوا هنا 15750 وهنا 12600. الآن قال لي كم قد ما ربح، قد ما ربح، كي نديرو قد ما ربح معناها راح ندير عملية الطرح، راح نقصو الثمن اللي باع به ناقص الثمن اللي شرى به اللي هو 12600. عندنا 15750 ناقص 12600 ويساوي 0 ناقص 0 يساوي 0، 5 ناقص 0 يساوي 5، 7 ناقص 6 يساوي 1، 5 ناقص 2 يساوي 3، 1 ناقص 1 يساوي 0. النتيجة هي 3150 دينارا. إذا ربح 3150 دينارا. نقدر نكتبو دينارا بالفرنسية أو دينارا عاد يعني بالعربية. هنا وإذا بغينا نزيدو نأكدو الإجابة، عندنا هنايا ربح، ربح كم؟ نديرو هنايا نحطو ثمن بيع صناديق اللي هو 15750 ونحطو ثمن الشراء اللي هو 12600 دينار، ومن بعد نقارنو بيناتهم نشوفو شكون الأكبر باش نثبتو هنايا بلي ربح. هنايا الثمن الأكبر هو ثمن بيعه، يعني ثمن اللي باع به صناديق أكبر من الثمن اللي شرى به صناديق نتاع البرتقال. في أمان الله ومع السلامة.